السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هلنا إن شاء الله نتحدثوا على واحد الحلقة اللي هي فريدة من نوعها، وهي دواء أو علاج تصمغ الأذن، اللي هو في الحقيقة هي عبارة عن جرب وتصمغ الأذن بالمجان، يعني علاج بالمجان. هل العلاج هذا راه أول مرة غادي نحطه على القناة ديالي إن شاء الله، وأول مرة على اليوتيوب. كاع الناس اللي كيخافوا من التصمغ، المربين ديال الأرانب كيخافوا من تصمغ الأذن. شنو هو تصمغ الأذن؟ وهو واحد القشرة كتكون في الأذن ديال الأرنب. هاد القشرة إلا بغى المربي يحيدها غير يعني يقشرها، كتأدي للموت الأرنب. علاش؟ لأن كيتجرح من ودنه، لأن ديك القشرة كتكون لاصقة مع اللحم، وكتبقى هذاك يعني الجرح كيبقى يلتهب وكيتعاود عاوتاني داك القشرة فوق منه، وكتلتهب الأذن. وفي الحق أنا ما عنديش هذا المشكل هذا، ولكن بغيت نعرف الناس بأن الحل راه كاين وسهل. الحل اسمه هو وهو في الحقيقة إلا بغيتو تشريو كتشريو هاد الرشاشة اللي ديما كنهضر عليها، سميتها بلو دو ميثيلان. هاي بلو دو ميثيلان، هاد الرشاشة كاينة كدير 35 درهم، كاين اللي كتجي غالية لأن هي خدامة، يعني كترشها جوج رشاشات في الأذن ديال الأرنب. هي زرقاء بحال دايره بحال المداد، كتخدم، ولكن الثمن ديالها شويه غالي، 35 درهم هي يعني خدامه 100% اللي كتخدم. وانما كاين المربين اللي كيقول لك انا ما فيش في الاستطاعه ديالي انني ندير هاد 35 درهم. واخا اسمه هو الحل سهل وبسيط. انا غادي نهضر على زيت المائده. انا درقت هاد الزيت، يعني الاسم ديالها حاولت ندرجو باش ما نديرش اشهار شي زيت. هي عموما زيت المائده كما بغات تكون، بحال الاخوان ديالنا المصريين او الاخوان ديالنا الجزائريين ولا سوريا ولا تونس، كلهم يقدروا يديروا زيت وحده اللي ديال المائده اللي كتستعمل. كاين ما بين يعني بلد وبلد كتكون واحد الاختلاف في الاسماء. انا كنقول زيت المائده، زيت المطبخ العاديه هي اللي غادي تستعمل. حاولوا انكم هاد الرشاشه هذه دبروا، اما رشاشه بحال هذا الشكل ولا ديك الرشاشه ديال الضوء الحمار، او ممكن تقدروا ديروها غير بواحد القطنه هذيك الزيت وتكبوها في الاذن ديال الارنب. واحد السيد دار بحال هاد الرشاشه هذه، كانت دواء ديال الحمار، خواها كامله وعمرها شويه بالزيت، الزيت العادية ديال المائدة، وكيرش هكا جوج رشات فين في الأذن ديال الأرنب. ملي كيرش في الأذن ديال الأرنب، هذاك التصمغ الأذن مع المدة كيبقى يرطاب. مع المدة كونوا متأكدين إخواني أن هذاك الزيت كترطب هذاك القشرة اللي كاينة في عند الأرنب، وكي يبرى منه. إذا اسمو كيوقع ان هاد البلود ميثيلان هو كي اذا كما قلنا ان هاد البلود ميثيلان اسمو كيدير هو في الحقيقه المره الاولى ملي كديروه الارنب كيبقى ينفض ودنيه بواحد الشكل، يعني بحال اللي كتحكوا ديك الجهه ديال يعني التصمغ اللي عنده. ومع المده هاد البلود ميثيلان كيرطب هذاك الجرح وكي يسدو وكيداويه. اما الزيت العاديه يعني الزيت المائده، انا قلت لكم بلا ما نذكر الاسماء الزيت فلا ديال شي شركه ولا، حنا غادي نهضروا على الزيت المائده عامه. وهي انتم كما كتشوفوا، انتم كاع الدول راه عندهم نفس الزيت اللي كيتحط للطياب. انا غادي نكب واحد شويه وغادي تشوفوه بعينيكم. انتوما هاد الزيت هادي عاديه راه هي اللي كداوي، لان انتوما هادي الا مشيتي تدرسوها في الاذن ديال الارنب، يعني ديك القشره اللي كتكون فيه، هي اما ديروها بواحد القطنه ودهنوا بها هذيك المنطقه، او ممكن انكم ديروا رشاشه
وديروا فيها هذا الزيت هذه وترشوا في وسط الاذن، وكونوا متاكدين النهار الاول الثاني الثالث غادي يبدا يحيد هذاك الشيء، لان السم كيوقع له كيبدا يرطب، هو هذا الزيت كترطبه، لان شحال الناس القدامين السم كانوا كيديروا بالنسبه للتسلخات، التسلخات اللي كتجي الانسان ما بين الفخذين، كيديروا غير الزيت العاديه، كونوا متاكدين ان هذا الزيت راه كترطب هذيك التسلخات. كذلك تسمغ الاذن راه بالتجربه، واحد السيد كان عنده هذا المشكل ديال تسمغ الاذن في واحد الارنبه ام، وكان خايف عليها انه غادي يسرح لها في الجسد ديالها كامل، ولكن منين دار هذا الزيت يعني دارها بحال هذه الرشاشه هذه، دارها في الرشاشه ورشها لـ 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 يعني الارنب في الاذن ديالها، نهار الاول الثاني الثالث هذاك التسمغ ما بقاش، كونوا متاكدين بلا ما تقشروا بيديكم ولا ديروا شي حاجه تبقاو تقشروا، لا غير رشوا واحد جوج رشات في الاذن، الاذن اللي مصابه، وهاد الطريقه هذه راه كتصلح لتسمغ الاذن فقط. اما بالنسبه للجراب راه عندي فيديو اخر اللي درنا فيه زيت العود مع اكشي، هذاك راه الناس شكرونا على هاد 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 هاد, هاد الفيديو، راه جاب واحد النسبه عاليه من المشاهدات وفعلا راه خدام. كذلك هذا الفيديو ان شاء الله راه غادي ينال الاعجاب ديالكم، يعني الجرب الخاص بالاذن، يعني تسمغ الاذن راه خدامه هذه الطريقه 100%. اذا الى عجبكم الفيديو، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تسنونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه.